صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه قرار رقم 34 لسنة 2017 بأنه يعين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من السيدة منيرة أحمد فخري مديرا لإدارة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السيد حمد يعقوب المحميد مديرا لإدارة البحوث السيده ساره احمد بحجي مديرا لاداره التواصل السيد زياد عادل درويش مديرا لاداره الدراسات